جائزة سيدتي للتميز والإبداع، والتي كرمت العديد من النساء على مدار سنتين في شتى المجالات، منهم في الدورة الأولى والتي أقيمت في الرياض. كرم فيها الأستاذة الدكتورة سامية محمد العمودي وعدداً من النساء. أما في الدورة الثانية والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كرمت كل من الدكتورة رفيعة غباش أول طبيبة نفسية في دولة الإمارات، والدكتورة عائشة السيار الأمينة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب، وعدد من السيدات المتميزات. تعود هذه الجائزة في دورتها الثالثة هذا العام، إذ تقدم هذه الجائزة لمن هن نموذجاً مضيئاً لبنات جنسها، ومن يكون عملها وأداؤه الشخصي حقيقياً ولا يتردد فقط كانتشار جماهيري أو بهرجة دعائية. كرم من خلال هذه الدورة 12 سيدة في مختلف الفئات. الحفل والذي جاء تكريماً للمبدعات والمتميزات في فئات عديدة هي فئة الرياضة، وفئة الإدارة، وفئة الطب والعلوم، وفئة التعليم، وفئة العمل الاجتماعي، وفئة الفن والثقافة، وفئة الاقتصاد، وأخيراً فئة تحدي الإعاقة. قدم وأدار هذا الحفل الإعلامية خلود النمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، نساء الوطن، الزميلات والزملاء الإعلاميون، أيتها السيدات، أيها السادة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، تفخر سيدة اليوم بأن يكون لها السبق بتكريم المرأة السعودية في عام مميز صدرت به مجموعة من القرارات من حكومتنا الرشيدة بقيادة ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأيضا ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، والتي عززت تمكين المرأة السعودية في مجتمعنا ومنحتها حقوقها ومكنتها في كل المجالات، تماشياً مع رؤية وطننا، رؤية عام 2030 ميلادي. حضورنا الكريم، اسمحوا الآن لنا أن نترككم مع كلمة رئيس تحرير مجلة سيدتي ورجل الأستاذ محمد فهد الحارثي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم خير وبهجة وتحية اعتزاز وتقدير لكل من يشرفنا هذه الليلة في هذا الحفل المتواضع الكبير بحضوركم. أرحب بكم في ليلة استثنائية، فما أجمله من مساء يجمع الإبداع وأهله ومكرميه، يجمعه الحب والامتنان والوفاء للأشخاص الذين صنعوا الإنجاز وبذلوا وقتهم وجهدهم ومشاعرهم من أجل أن يصنعوا الشيء الأفضل للمجتمع ولأنفسهم، فباسمكم جميعاً نقول لهم شكراً لكم. نجتمع اليوم في مدينة جدة، تلك المدينة الحالمة المبدعة، نكرم أهل الإبداع ونقول لهم شكراً. شكراً لكل من ساهم وأبدع وحاول، فالإبداع هو بشكل أو بآخر صورة من صور العطاء، هو فن الإتقان، هو علاقة العشق ما بين المبدع والعمل الذي يقوم فيه، هي العاطفة التي تصنع المحبة للعمل والفكرة الذي يؤمن فيها. وفي العاطفة أنا أقول دائماً المرأة أكثر وفاءً في العطاء وأكثر وفاءً في العاطفة. أنا عارف أني حقصر أصدقائي الرجال في التعبير هذا، لكني مستعد للتضحية. طبعاً إحنا نقول أنه كلمة المستحيل غير موجودة في قاموس المبدعات والمبدعين، لأنه كلمة المستحيل هي من تقف حائل وعائق أمام هذا التطوير. ومن حسن الحظ الحقيقة أنه إحنا احتفالنا هذا يتزامن مع قرارات من القيادة السعودية لتمكين المرأة ولتعزيز دورها ولتمكينها من حقوقها، وأيضاً لتلعب دور
في مشروع السعودية الجديدة، السعودية التي نحلم بها، السعودية التي نستحقها. وأستطيع أن أطلق بكل ثقة أنه عام 2017 كان عام المرأة السعودية باقتدار، وضحته القرارات القيادة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ونحن في الحقيقة نعيش لحظة تاريخية ستتحدث عنها الأجيال المقبلة، لحظة تاريخية في تاريخ السعودية المعاصر. طبعا يقولون جدة غير، لكن الحقيقة وطننا كله اليوم غير. وطننا الآن يقوم على قواعد ثابتة وتنمية حقيقية، ويستمر بعناد العلم وحكمة العقلاء في تحقيق الحلم اللي احنا نسعى له والحلم الذي ننشده. واليوم بحضور باقة من سيداتنا المبدعات، وأيضا الرجال الذين يساهمون في تمكين المرأة وتحفيزها لصناعة النجاح، نستطيع أن نرى أن هذا الحلم بدأ يتحقق. نحن في سيدتي نعتبر أنه جزء من عملنا الأساسي هو تكريم المرأة السعودية وتكريم الإبداع في كل صوره، وهذا واجب. وإحنا نعرف أن سيدتي على مدى أكثر من 35 سنة رافقت المرأة السعودية في أحلامها وفي طموحاتها وفي تحدياتها وفي نجاحاتها وإخفاقاتها حتى. ولكننا نشعر الآن أن إحنا نعيش فترة الحصاد، نشوف المرأة السعودية في كل مكان مبدعة، وبحقيقة نفتخر، وأقل شيء أن نقوم فيه هو هذه جائزة التكريم. وبطبيعة الحال ودي أقول أن هذه الجائزة هي الدورة الثالثة التي إحنا نطرحها، كانت الأولى في الرياض تحت رعاية الأميرة حصن سلمان بن عبد العزيز. وأيضا بحكم أن مجلة سيدتي هي المجلة الأولى في العالم العربي، كان أيضا لنا دور في تكريم المرأة الخليجية، وأطلقنا جائزة المرأة الأماراتية في دبي العام الماضي وتم تكريمها. وطبعا إحنا هذه السنة في جدة، وإن شاء الله دائما تستمر حلقاتنا وتستمر تكريمنا للمرأة السعودية في كل إبداعها. طبعا احنا بالنسبه لكيفيه الاختيار للمبدعات، هناك لجان خارج فريق تحرير سيدتي، هم من تولوا مسؤوليه الاختيار. واحنا لكي نضمن المصداقيه حرصنا ان تكون هذه اللجان من خارج فريق تحرير سيدتي. وانا باسمكم جميعا اشكر كل الاعضاء الذين شاركوا في هذه اللجان على الجهد التطوعي، الحقيقه الجهد التطوعي الوافر اللي قاموه في هذه الجائزه. طبعا احنا في سيدتي نعتقد انه مسؤوليتنا ليست فقط مسؤوليتنا تجاه الاعلام الداخلي، لكن هناك مسؤوليه ايضا خارجيه. انتم تعرفون انه الاعلام او بعض وسائل الاعلام عشان لا نعمم في الخارج تاخذ صوره سوداويه وصوره قاتمه عن المراه السعوديه وصوره مشوشه. ويعني لكي نكون واقعيين، احنا لسنا بصوره مثاليه، لكن ايضا لسنا بهذه السوداوية ولسنا بهذا السوء اللي يصوروه لنا في الإعلام الخارجي. فأطلقنا إحنا موقع About Her باللغة الإنجليزية، يرصد قصص النجاح والإنجازات والإبداع للمرأة السعودية. ويسرني اليوم أن إحنا نعلن أنه موقع About Her يطلق قائمة 100 سيدة سعودية مؤثرة في مختلف الحقول باللغة الإنجليزية، وهذا تكريم للمرأة السعودية التي تنجح في كل الفصول وفي كل حقيقة النجاحات التي حققتها. ودي أيضا يعني بعض الأخبار السعيدة عندنا في سيدتي ودي أشارككم فيها بحكم أنها تهمنا في سيدتي، ولكن تهمكم أيضا، أنه إحنا في سيدتي حققنا أو يعني المراكز البحثية التي صدرت الأسبوع الماضي وضعت سيدتي في المركز الأول، أو بالأصح حافظت سيدتي على المركز الأول بين على مستوى العالم العربي في أكثر المجلات العربية انتشارا، وأيضا المركز الأول بالمجلات العربية في تحقيقها للمواقع الإلكترونية، والموقع الأكثر في السوشيال ميديا عدد المتابعين على مستوى المجلات العربية. وأنا ودي أجير الجهد هذا لزميلاتي وزملائي في فريق أسرة تحرير سيدتي، فهم جهدهم الأساسي وأنا الجهد المكمل البسيط لهم. لن أطيل عليكم طبعا. أنا ودي أقول أنه عندنا قناعة أنه المستقبل يحمل الخير الكثير، أن المجتمعات التي تتنفس من خلال رئتين بدلا من رئة واحدة هي المجتمعات التي تطور نفسها وتقوم نفسها وتعدل نفسها، هي المجتمعات التي تنجح في صناعة إنجاز
حضاري وإنجاز فكري، وبالتالي هذه تجربتنا. نقول إن إحنا عندنا تجربة ثرية، المجتمع السعودي يقدم صورة حضارية قائمة وصورة حضارية ملفتة للخارج، وسوف تتغير تلك الصورة النمطية التي أحيانا توضع علينا. ووجود كوكبة سيداتنا المبدعات هنا أكبر رسالة وأكبر وضوح أن السيدة السعودية الآن تحلق في الإبداع وتحلق في عالم المعرفة. ختاما، كلنا في هذه اللحظة التاريخية نعيش فرحة الإنجاز، ونتشرف بالانتماء لهذا الوطن الجميل، ونتفائل بالتغيير الإيجابي الذي نراه يرسي قواعده بعزم وبقوة. شكرا لكم، وشكرا لكل من ساهم في تحقيق وإنجاح ليلة سيدتي. وكل عيد وطن وفرح شعب، نلتقي بكم دائما في طريق الخير والسعادة. وأنا أيضا يعني أعتز بسبب استثنائي الآخر الليلة لحضور أسرتي كلها في هذه القاعة، في حفل أشارك فيه لأول مرة نجتمع في قاعة واحدة. هذا حلم كان مستحيلا فتحقق. شكرا محمد بن سلمان، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد محمد فهد الحارثي على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، قبل الإعلان عن قائمة الفائزات لهذا العام، نود الإشارة إلى أن الفائزات هذا العام توزعن على 8 ميادين، هي الإدارة، التعليم، الفن والثقافة، الطب والعلوم، تحدي الإعاقة والاقتصاد، العمل الإنساني والاجتماعي، الرياضة. أما مفاجأتنا لهذا العام فقد كانت استحداث ميدان جديد خاص بالرجال فقط، الذين دعموا المرأة وساهموا بتمكينها في شتى المراكز، وقد أطلق عليه ميدان دعم المرأة. اسمحوا لنا نطلب مرة أخرى من السيد محمد فهد الحارثي أن يتفضل على المسرح. نبدأ الآن، ولا نريد أن نطيل عليكم، خلينا نبدأ الآن بأسامي الفائزات. الترتيب من فئة الرياضة، فئة الرياضة يفوز بها الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، ألف مبروك لسمو الأميرة ريما، وينوب عنها الأستاذة أضواء العريفي، فلتتفضل مشكورة. عن فئة الطب والعلوم، الدكتورة خولة الكريع. أيضا عن نفس الفئة حضورنا الكريم، الدكتورة ملاك الثقفي. ننتقل الآن حضورنا الكريم إلى فئة الإدارة، والفائزة الأولى الدكتورة ماجدة أبو راس، فلتتفضل. ومن نفس الفئة حضورنا الكريم، وهي فئة الإدارة، الأستاذة نهى اليوسف.
ننتقل الآن إلى فئة أخرى وهي فئة الاقتصاد. حضورنا الكريم والفائزة الأولى الأستاذة رانيا نشار. حضورنا الكريم وأيضا من نفس الفئة فئة الاقتصاد الأستاذة ريم أسعد. طيب ننتقل الآن حضورنا الكريم إلى فئة ثانية وهي فئة التعليم ونبدأ بالدكتورة ملك النوري. ومن نفس الميدان أو من نفس الفئة فئة التعليم الأستاذة سلافة بترجي. حضورنا الكريم ومن فئة التعليم ننتقل إلى فئة العمل الاجتماعي ونبدأ بأول فائزة في فئة العمل الاجتماعي الأستاذة آمال المعلمي. وننتقل حضورنا الكريم الآن إلى فئة تحدي الإعاقة والفائزة فيها الأستاذة لولو العبد الله. وإلى الفئة الأخيرة من فئات الفائزات وهي فئة الفن والثقافة الأستاذة هند الفاهد. أما الآن حضورنا الكريم بعد تكريم الفائزات ننتقل إلى تكريم الرجال كما ذكرنا بالميدان الجديد دعم المرأة، ميدان دعم المرأة، والفائز الأول بها هو الأستاذ هاني المقبل مستشار الأمين العام لجمعية مسك الخيرية. الفائز الثاني الأستاذ خالد الخضيري بلو وورك.
وأخيرا الفاز بآخر الفائزين بجائزة فئة دعم المرأة المهندس محمد عبد اللطيف جميل. كل التهنئة والمباركة لجميع الفائزين والمكرمين بهذه الجائزة المميزة. وبالتأكيد نطلب الآن من الأستاذ محمد فهد الحارثي والجميع المكرمين لالتقاط صورة تذكارية. اسمحوا لنا قبل الإعلان أو قبل الصورة التذكارية عذرا، خلينا ننتقل لجائزة أخرى نعلن عنها، وهي ثلاث شابات تألقنا في عام 2017 وحققنا إنجازات مهمة. كنا من ضمن قائمة 100 شخصية التي أطلقها موقع About Her، الموقع الموجه للقارئ الغربي والذي يسعى لعرض منجزات المرأة السعودية والتعريف بها عالميا. فليتفضلنا المكرمات الدكتورة عبير بنت حسن العبيدي والدكتورة شذا بنت محمد أبو عوف والأستاذة مرام قوقندي، فليتفضلنا مشكورات. ننتقل للفقرة التالية. طبعا بعد ما عرفنا الفائزات والفائزين، كذلك يعني الشابات المتألقات والواعدات، وشاركناهم الفرحة، وأيضا مواصلة للإبداع نقدم لكم هذه الفقرة الفنية واللي يقدمها فريق دليل الإبداع 90D، فلنستمتع سويا.
حضورنا الكريم، نحب نشكركم على تواجدكم في هذه الليلة المميزة، شاكرين لكم حضوركم وشكرا لكم، وإلى اللقاء.